ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة او بالأدق عيد سعيد على الكل، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب كل الناس اللي نفسها تطلع الحج ان شاء الله تلحق الحج السنة الجاية، يديلكوا العمر ويديلكوا كل الامكانيات اللي محتاجينها علشان تطلعوا من صحة او مال او عمر إلخ ووقت وكل حاجة في الدنيا، علشان بإذن الله يا رب يكتب لنا الحج السنة اللي جاي. وطبعا ده مش هيثنيني عن عزمي للانتقام من رجائي رمزي، عمال بيضحك اهو، بس بقى ما بس هو ما عندوش مبيت النهارده، ده هيروح. ده يلا عيد سعيد عليك يا رجائي. طيب النهارده أدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القوات الجوية، وكان في عدد كبير من قيادات الدولة في استقبال الرئيس. لدى وصوله المسجد كان موجود سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أيضا كان موجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بطبيعة الحال طبعا، بالإضافة لعدد كبير جدا من قادة ورجال الجيش المصري والشرطة المصرية وكبار رجال الدولة. أدوا الصلاة وكل سنة وكلنا طيبين. أيضا فخامة الرئيس توجه بالتهنئة للشعب المصري وللأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كتب فخامة الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب يا فندم ويخليك لينا، ومن إنجاز لإنجاز وسنة ورا سنة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وبإذن الله بقيادة حضرتك بإذن الله بإذن الله بإذن الله مصر أم الدنيا وقد الدنيا. فاصل ونكمل الكلام. تعالوا نروح للحجيج الحجاج اللي بيأدوا طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، وخلونا ناخد معانا على التليفون زميلنا العزيز الحاج عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري من مكة المكرمة. أهلا 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 يا حاج عبد الله. أهلا أهلا يا يوسف، على فكرة ما نمتش زيك برضه. ما انت ما نمتش، ربنا يا رب يديلك الصحة، انت ما نمتش عشان الحج، انا ما نمتش عمال بلف، لكن كلانا بإذن الله يعني ما ينامش في الخير، وبإذن الله النوم جاي كتير زي ما يتقال. ربنا يرجعك بس بالسلامة انت وكل الناس يا رب. الله يسلمك يا يوسف، وان شاء الله ربنا ينولها لك بإذن الله تعالى. آمين يا رب آمين يا رب. جماعة بإذن الله قول لنا أخبار النهاردة، طواف الإفاضة ورمي الجمرة، الأخبار إيه والناس عاملة إيه؟ أنا دلوقتي موجود في منى، وأعتقد إن الناس معظمها انتهى من رمي جمرة العقبة الكبرى. أيوة. يعني الدنيا فاضية خالص على حركة الجمرات، لو موجود في صورة هتلاقي إن الأمور يعني شبه منتهية بالنسبة لليوم رمي جمرة العقبة الكبرى. وبالطبع في ابتدى عدد من الحجاج يتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، ومنهم من يعني بيؤجل هذا الطواف لنهاية، يعني بيجمعها مع طواف الوداع، او بيستنى ما بيخلص خالص الايام التشريق الثلاثه هنا في منى، او اليومين اذا كان متعجل بيتوجه الى مكه المكرمه لاداء طواف الافاضه. لكن اللي زينا يعني انا عن نفسي مثلا توجهت بعد ما جينا من مزدلفه الى منى ورمينا رمي جمره العقبه الكبرى فجر هذا اليوم، وبعدين توجهنا لعمل طواف الافاضه وتحللنا ورجعنا تاني على منى للمبيت فيها وقضاء باقي ايام التشريق. يعني هي الامور ميسره في كذا اتجاه، يومين متعجل وفي ممكن تعمل طواف الافاضه. الامور هادئه في منى حاليا لان مفيش رمي جمرات، رمي الجمرات هتبتدي بعد الساعه 12 او
في ناس بترمي بعد الزوال اللي هو بعد ظهر ظهر الغد، ده هيبقى اول ايام التشريق باذن الله تعالى. وفي يعني في ناس متعجله، وغالبا يعني في معظم المصريين بيبقوا متعجلين في هذا الامر، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. بالنسبه للخدمات الموجوده في مخيم منى، طبعا منى يعني عاوز اقول ان منى مشهوره بالخدام، او ممكن تسميها المدينه مدينه الخيام البيضاء، او اكبر مدينه خيام في العالم. ليها يعني طابع خاص، لها خضاب، لها طابع خاص جدا. لو الصوره موجوده هتلاقي منظر جمالي، يعني منظر مشهد روحاني عظيم جدا موجود في منى. جسر الجمرات مضاء، كذا طابق في جسم في جسر الجمرات او مبنى الجمرات للتيسير على الحجاج. جوار جسر الجمرات على بعد امتار قليله في مسجد الخيف، ومسجد الخيف يعني احنا بالامس اشرنا ان هناك ثلاث مساجد لا تعمل الا في خلال خمسه ايام فقط، وهي ايام عرفات ومنى، وهي مسجد الخيف اللي احنا موجود امامه، ومسجد نمره، ومسجد المشعر الحرام. وبالطبع الخدمات يعني هنتكلم عن الخدمات اللي قدمتها بعثه الحج المصريه للحجاج. يمكن بالامس الامور يعني الناس وصلوا لمزدلفه، متاخرين شويه نظرا للزحام، بالطبع كان شديد. السلطات السعوديه بتتكلم عن قرابه 2 مليون حاج، ده الارقام الرسميه اللي بتشير لعدد الحجاج، لكن اعتقد ان الارقام اكبر من كده بكتير. لكن هناك حسن تنظيم طبعا مع من السلطات السعوديه لموسم الحج. بالنسبه للجمرات طبعا هي بتيسر مسارات باتجاه جسر الجمرات، ومسارات للعائدين من جسر الجمرات باتجاه المخيمات. ده بيخلي ما فيش زحام موجود دايما في منى، عشان تجنبا لحدوث صدام لا قدر الله زي ما حصل من 4 سنوات في الصدام اللي حصل وتوفى فيه اعداد كبيره من الحجاج نتيجه للتزاحم والتصادم. وبالتالي هم اكدوا على حاجه مهمه جدا، المسارات يعني المسار اللي واخد اتجاه جسر الجمرات غير المسار للعائد من جسر الجمرات، وبالتالي لا يتلاقى المسارات اللي هي محدده، وبالتالي بيحصل فيه انسيابيه كبيره جدا بالنسبه للحجاج. النفره بالامس كانت نفره ناجحه جدا بالنسبه للحجاج، وباتوا في مزدلفه وتوجهوا الى منى وباتوا في منى. وفي خيار للحجاج اذا كان حابب يتوجه الى مكه ويبات في مكه بيبات، ويرجع ثاني للمخيم ويرجع يرمي ويرجع لمكه. كل الامور متاحه، لكن الامور ميسره الحمد لله حتى هذه اللحظه. ده انا شايف الحقيقه عبد الله الطواف حوالين الكعبه المشرفه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مشهد مذهل مذهل. يعني انا بعتقد ده يمكن اكبر موسم حج انا شفته بعناية. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما كتبليش الحج قبل كده، فانا بظن ان ده اكبر موسم شفته بعناية يعني على شاشات قبل كده. فعلا يعني حتى المشهد كان امبارح، لو احنا بنتكلم امبارح في المسار الخاص بالمشاه من عرفات المزدلفه، وقلت لك ان المشهد عامل زي هدير من البشر يكتسب اللون الابيض بيصب في النهايه في اتجاه مزدلفه ومنى، كان مشهد فعلا عظيم جدا. يعني النهارده الصبح قلت ان انا يعني نخلص يعني من الجمرات بعد الفجر، واتجهنا لمكه المكرمه لاداء طواف الافاضه. يعني اعتقدت ان انا هروح بدري هلاقي الجمهور هاديه وكويسه ومفيش زحام كتير، لكن لا ما رحت لقيت ان يعني يمكن كله كان بيفكر نفس التفكير، لقيت فعلا زحام شديد جدا حوالين الكعبه، برغم طبعا زي ما قلنا قبل كده السلطات السعوديه واخده اجراءات مشدده في هذا الامر. يعني بيخش الحرم لازم بيكون محرم، يعني ما بيدخلوش غير المحرم الا في الصحن او في الطوابق الاعلى، لكن الصحن نفسه صحن الحرم والدور الاول ده بيدخلوا فقط المحرم، يعني تخفيف لحده الزحام. لكن احنا بنشوف طبعا كان الصبح لا الزحام شديد، واعتقد دلوقتي لو الصوره حضرتك بتتكلم عليها طبعا الصوره فيها زحام شديد جدا، لان الناس بتادي طواف الافاضه. واعتقد مع رجوع كمان الحجاج الموجودين اللي هم المبيت في منى بعد يومين او بعد 3 ايام الزحام هيشتد اكتر، وبعد كمان جمع طواف الافاضه مع طواف الوداع وعدد من الحجاج مثلا هترجع او خلصت فتره الرحله المقدسه هنلاقي الزحام اكتر. هي ايام يعني في العموم هي ايام جميله جدا وايام طبعا روحانيه بيعيشها كل المسلمين، وبيتمناها كل المسلمين في بقاع الارض. يعني اللي موجود هنا نفسه الرحله ما تخلصش، واللي موجود بره نفسه هو اللي كان موجود وبيلبي. يعني هي الامور جميله بيحسها اكتر اللي حضر الرحله ديت، وبيتمناها كل عام ان هو يكون موجود في هذه الحشود العظيمه اللي هي
موجودة في المشاعر المقدسة، وقبل حتى إقامة المشاعر المقدسة التردد على المسجد الحرام وحتى التردد على المسجد النبوي الشريف. يعني حتى بالأمس أنا قلت لك نقطة مهمة جدا خاصة بالتيسيرات المقدمة للحجاج. بالطبع احنا جميعنا لما بنيجي بنبقى نفسنا نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، نفسنا كمان نصلي في الروضة الشريفة ما بين قبري وبيتي أو ما بين قبري ومقبري روضة من رياض الجنة، فالناس بتبقى حابة إنها تصلي في الروضة. فكان من السنة اللي فاتت عملنا حاجة اسمها تطبيق النسك، فلما جاء الضباط البعثة في القرعة يخش على التطبيق لقوا إن تطبيق الحجز بعد شهرين، يعني النسك الحج انتهى والناس مش هتقدر تروح. فبقوا في تنسيق مع السلطات السعودية وبالفعل تم حجز مواعيد، وفي المواعيد دي بجمع 200-300 حاج وراحوا الضباط بيصطحبوهم او الضابطات في حاله السيدات، وبيروحوا بيدخلوا بهم الروضه وبيصلوا وقت كافي وبيستمتعوا. وفي ناس ما اتكلمنا معاها، يعني ناس حابه تزورها مره واثنين وثلاثه، فكانت بس بتخش في وسطهم كده وناس زارت الروضه مره واثنين وثلاثه واربعه كمان في اثناء فتره وجودهم في المدينه المنوره. ومكه المكرمه برضه من شنو نقطه مهمه من الجهود اللي بذلتها بعثه حج القرعه بصفه خاصه، ان الفنادق الموجوده قريبه جدا من الحرم، يعني ما بتركبش ليها حاجه مواصلات او حاجه، بتتمشى مسافه 100 متر او 200 متر توصل للمسجد الحرام وبتصلوا فيه. ودي من الامور المهمه جدا، لان احنا بطبعنا حتى بصفه شخصيه كشعب مصري نفسي ان انا اصلي الصلوات كلها في المسجد الحرام، وبالتالي النقطه دي تم مراعاتها عند اختيار الفنادق انها تكون موجوده بالقرب من الحرم المكي الشريف وكذلك بالقرب من الحرم النبوي الشريف. ده كانت لاقت اشاده كبيره من جميع الحجاج، يعني الحاج المصري ما تقدملوش اكل وتقدمه شرب بس يقول له ان انت هتسكن جنب الحرم النبوي او الحرم المكي، فبيبقى سعيد بالحاجه دي جدا. يعني يا ميسر الاحوال، امنتك امانه يا حاج عبد الله، وانت في الكعبه قبل ما تمشي قول ربنا يدي يوسف على قد نيته وتجيب لي ازازه ميه زمزم. خلاص دي من عندي، وعد مني على الهواء مباشره. الدعوه اهم، يديله على قد نيته. ربنا يخليك تعيش وترجع لنا بألف سلامة أنت وكل الناس، وحج مبرور بإذن الله، وربنا يا رب يا رب يتقبل منكم جميعا كل الشكر اللي يجزملنا العزيز عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري من مكة المكرمة. واسكندرية ماريا ترابها زعفران فتحت الشواطئ بتاعتها أمام المصطافين أول أيام العيد باستعدادات وتسهيلات خاصة علشان الصيف، والناس طبعا هجوم دخل، الناس مبسوطة وعاوزة تعيد، وربنا يا رب يبسطهم في كل أيامهم. دكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالأسكندرية، ازيك يا دكتور؟ مساء الفل، ازي حضرتك يا فندم؟ السعادة، كل سنة وحضرتك طيب. طيب، ومصر كلها بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. اسكندرية بدأت العيد على طول؟ الحمد لله، النهاردة بداية أول يوم عيد الأضحى المبارك. طبعا شواطئ اسكندرية تفتح ذراعيها لاستقبال المصطفين من جميع ربوع جمهورية مصر العربية. توجيهات معالي الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، رقم واحد الحرص على حياة المواطنين، رقم اثنين حسن معاملة المواطنين، رقم ثلاثة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة على جميع الشواطئ، أربعة عدم فرض أي إكراميات أو مبالغ مالية زايدة عن الرسوم المقررة اللي مقرراها محافظة اسكندرية واللي متوفرة في جميع الشواطئ. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا السنة دي بنشتغل ب 65 شاطئ على مستوى محافظة اسكندرية، مقسمين ما بين اثنين شاطئ مجاني والشواطئ العامة والشواطئ المميزة والشواطئ السياحية والشواطئ الخدمة لمن يطلبها. بنسعد طبعا بخدمة جمهور مصر العظيم وجميع المصطفين اللي بيشرفونا في محافظة اسكندرية. طب دي حاجة محترمة جدا جدا جدا. طب أنا ممكن نسأل على حاجة، التصنيفات اللي حضرتك قلتها دي اشرحها لي معناها إيه؟ الشواطئ المجانية، المجاني مفهوم إنه مجاني، شواطئ كان توجيه معالي الوزير المحافظ من السنة اللي فاتت، ودي امتاز بيها محافظة اسكندرية من العام الماضي، إن الشواطئ دي لا يقوم المواطن بدفع أي مبالغ مالية عند دخوله للشاطئ، بمجرد إن هو بيسلم بطاقة الرقم القومي لأسباب أمنية وعشان أحكام السيطرة والأمن داخل الشاطئ،
يسلم البطاقه بتاعته على بوابه الشاطئ وبيخش بيستلم شمسيه وكرسيين وترابيزه مجانا تماما، ما يدفعش اي مليون. حلو. ده الشواطئ المجانيه. ماشي. الشواطئ العامه للفرد ويستلم شمسيه وكراسي وترابيزه، غرف خلع الملابس مجانا، استخدام حمام تويلت مجانا، يبقى الفرد 5 جنيه فقط ليس اكثر، وبقيه الخدمات كلها بيقدمها الشاطئ للمواطن مجانا. حلو قوي. ماشي. يمكن برضو عايز اقول لحضرتك ان احنا كمحافظه اسكندريه تميزنا وانفردنا بان المحافظه الوحيده اللي لديها شاطئ لذوي الهمم وابطالنا من ده من السنه اللي فاتت. طبعا مظبوط يا فندم. صح. مظبوط. وده لا زال شغال ويعمل بكفاءه عاليه، سواء كان لاصحاب القدرات الخاصه من الكراسي المتحركه او من ابطالنا من المكفوفين. الشاطئ مؤهل تاهيل كامل لاستقبال ذوي الهمم سواء من اصحاب الكراسي المتحركه او انا شفته بصراحه، ومجهز تجهيز كامل لان يجعلهم ان هم يتمتعوا بالبحر من خلال استعدادات خاصه لهذا الشاطئ عشان توفير الامن والسلامه لاصحاب القدرات. جميل. ايه الشاطئ المميز والشاطئ خدمه لمن يطلبها؟ خدمه لمن يطلبها دي يا فندم بتبقى التذكره بتاعته ب 15 جنيه. 15 جنيه دوت لو حضرتك طلبت شماسي وكراسي كويس، انما لو حضرتك معاك الادوات بتاعتك الشمسيه والكرسي بتوعك فحضرتك بتخش بتدفع 5 جنيه فقط وبتحط الشمسيه والكراسي بتاعتك وبتستخدم الحمامات وغرف خلع الملابس مجانا. ماشي. والمميز ده الخدمه لمن يطلب. المميز ده اقصى حاجه اللي هو تذكره ب 25 جنيه وبيبقى زي مميز وسياحي عشان بيبقى الخدمات المقدمه فيه تبقى اعلى، ومتوفر فيه كافيتريات، متوفر فيه مساحات خضراء، متوفر فيه العاب اطفال، والشماسي والكراسي بتنزل لحضرتك، واستخدام برضو غرف خلع الملابس والوحدات لتغيير الملابس والحمامات بتبقى مجانا داخل ال 25 جنيه. 10 على 10. انا بشكرك جدا يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. الدكتور محمد عبد الرازق مدير الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بالاسكندريه. تعال بقى نروح لاغاني الحج. أنا أفتكر وأنا أتمنى دايما أن أنا يتم تصحيحي لو ما كانتش المعلومة بالتمام، يعني أنه أغاني الحج بالتحديد تحس كده أنها اختراع مصري، ريادة مصرية يا سيدي لو ما كانتش اختراع. يعني تشوف الست أم كلثوم والست ليلى مراد وهم بيغنوا للحج، وكل الناس تحب أم كلثوم، مفيش خلاف يعني، أو أغلب الناس تحب أم كلثوم، ولا خلاف على أن أم كلثوم هي أكبر صوت عربي على الإطلاق. بس الست ليلى مراد لما غنت للحج الغنوة ليها طعم تاني. ست ليلى مراد بنت زكي مراد الملحن والمؤلف الموسيقي وعازف العود الفز. أنا ما بحبش أصنف الناس بديانتهم، لكن يهودي، والست ليلى كانت يهودية رحمة الله عليها يا رب، ورحمة الله على زكي مراد. وطبعا هو خلف لنا 2 أفزاز بالمناسبة، ليلى مراد ومنير مراد، ده موسيقار فز بمعنى الكلمة يعني. فتيجي الست ليلى تعلن إسلامها وتتجوز أنور وجدي، فلما تشوفها أو تسمعها وهي بتغني للحج ولهذه الشعائر والمناسك والفريضة الكبرى المقدسة، هنا بقى لازم تحس إحساس مختلف، لأنه الأغنية ليها طعم تاني. على رأي الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه، يقولك مش كده ولا إيه؟ فهذه الريادة المصرية اللي عملتها الست أم كلثوم والست ليلى مراد أنا لا أظنها مسبوقة على الإطلاق، وده اللي بيخلي طول الوقت مصر حاضرة وموجودة في الذهن العربي بشكل عام، في الثقافة العربية بشكل برضو عام، وأيضا موجودة مصر. خلي بالك لما بتيجي تشوف
في بلاد بره لما بيجوا يتكلموا مثلا على اهم قامات موسيقيه في المنطقه الشرق بتاعت الشرق الاوسط، طبعا طبعا مصر بتحتل المراكز الاولى. يعني اهم اصوات هتلاقي مصر، اهم ملحنين مصر، اهم شعراء غنائيين مصر، اهم موزعين مصر. تعال نروح للكاتب الصحفي الاستاذ محمد دياب. اهلا 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 وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمد. وحضرتك بألف خير وكل اخبارك. وحشني قد الدنيا، وحشني قد الدنيا، ووحشاني ابتسامتك الرائعه الجميله. الله يخليك وحضرتك كمان. والله صحيح، الله يكون لنا لقاء قريب يعني. يا ريت يا ريت، ونقعد نتكلم حبتين كده على المزيكا. كنت بتكلم على اغاني الحج وبقول انا اعتقد واتمنى انه اصحح ان كانت المعلومه غير دقيقه، احنا اخترعنا اغاني الحج، اغاني يعني، مش الحدو بتاع زمان اللي كان في شبه الجزيره، لا اغاني مخصوص للحج. وقلت ان ما كناش اخترعناها فنحن اصحاب الرياده، وعندنا مثالين كبار جدا، الست ام كلثوم والست ليلى مراد. نعم نعم اكيد. يعني حضرتك كلمت ان الفنانه ليلى مراد طبعا لما قدمت يا رحيل النبي الغالي لابو السعود الادياري ورياض السنباطي في فيلم بنت الاكابر في 53 كانت اصبحت مسلمه يعني. أيوة. لكن هي قدمت اغاني دينيه اسلاميه قبل ما تشهر اسلامها كمان. لا. غنت في مدح السيده زينب يا ست نظره في فيلم ليلى بنت الفقراء سنه 45 يا حبيبتي يا ست، قبل ما تتجوز انور وجدي يعني، وقبل ما تشهر اسلامها. كانت بتغني البنت بنت النبي يعني، كانت بتقول يعني. دي معلومة عظيمة جدا، لأن دي معلومة توضح شكل المجتمع المصري وشكل الفن المصري والثقافة المصرية آنذاك. بالضبط. أنا عايز يعني كمان أركز أكتر على النقطة دي، نقول مثلا إحنا عندنا كمان نور الهدى لما جت القاهرة واشتركت غنت في السينما المصرية وبقت مصرية في الهوى والفن، قدمت أربع أغاني للحج وهي مسيحية. أيوة. واسمها الأصلي ألكسندرا بدران، يعني غنت في فيلم أفراح مبروك يا حج وقبلنا نحجها ويرتاح بالنا طبعا، الألحان عبد العزيز محمود. وغنت كمان ثلاث أغاني عن الحج غيرها، نادتنا لبيك يا ربنا لبيك، وعلى جبل عرفات يا رافع السماوات وقفنا ونقول لبيك. وكمان دي كانت من كلمات محمد علي فتوح وألحان شفيق أبو شعر، دي اتسجلت في بيروت. وقصيده اخرى اسمها موكب النور. الحقيقه يعني وقدمت اغاني في اسلاميه كتير يعني. كمان عندنا اسمهان وهي درزيه، غنت عليك صلاه الله وسلامه طبعا، بديع خيري وفريد الاطرش الالحان، بتقول كرامه لله يا قاصد مكه ونيتك في الكعبه تطوف، تبص لي فيها تراب السكه امانه من مؤمن ملهوف. يعني عندنا فيروز كمان المطربه العربيه الكبيره اللبنانيه، عندها قصيدة عظيمة غنيت مكة، غنيت مكة أهلها طبعا، وكلها عن الحج يعني، كلها عن الحجاج، ضج الحجيج هناك فاشتبكي. ده مين اللي كتبها؟ الشاعر المرهون الكاثوليكي سعيد عقل. مين اللي لحنها؟ الأخوين الرحباني اللي هم روم أرثوذكس. مين اللي غنتها؟ فيروز اللي هي كاثوليكية مارونية. والغنوة قدموها إهداء للمخرج طب الشريف صديقهم، عشان هو مسلم فحبوا يهدوه للغنوة دي. هو مدير الفرقة الشعبية اللبنانية ساعتهم، هو اللي بيدير كل أعمالهم الفنية. فيعني في تسامح كبير يعني. لا ده لازم يعني. لازم لازم تنورنا. ده مبدئيا. اتنين، انا معرفش عملت مؤلف على هذه المقاربات ولا لا يا استاذ محمد. انا بشوف انه انت الاقدر انه تعمل لنا مؤلف على المقاربات دي، يشرح بيها طبيعة المجتمع المصري والمجتمع اللبناني والمجتمعات العربية بشكل عام، وعلاقتها بالغناء الديني بصرف النظر عن الهوية الدينية بتاعت المطرب أو الشاعر أو الملحن. لأ دي 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 حاجة مهمة جدا جدا. أكيد. فننتقل بقى للسيدة أم كلثوم طبعا. أيوة. هي أعظم مغنية عربية يعني. أكيد. الحقيقة السيدة أم كلثوم قدمت ثلاث أغاني عن الحج، مش واحدة يعني. أولها طبعا إلى عرفات الله يا خير زائر، دي من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، كان كتبها
خصيصا للسلطان عبد الحميد الثاني لما ذهب لاداء فريضه الحج. هي اختارت ابيات منها ولحنها رادو السنباطي وقدمتها سنه 51، طبعا دي شهيره جدا. بعد 10 سنين سنه 71 قدمت القلب يعشق كل جميل اللي كتبها بيرا مكسونسي من وحي اداؤه لفريضه الحج. طبعا مكه وفيها جبال النور وفوقنا حمام الحمى عدد نجوم السماء. دعاني لبيته لحد باب بيته يعني. والحقيقه الغنوه دي كان لحنها لها زكريا احمد في الاربعينات، بس اللحن ما اعجبهاش قوي يعني فما غنتهاش، وسجلها الشيخ زكريا بصوته لاحدى الاذاعات الاجنبيه يعني، وموجود متوفر تسجيلها. لكن هي اعادت غنائها سنه 71 بلحن رياض السنباطي. في العام التالي بعد 71 قدمت الثلاثيه المقدسه اللي بدات بتكبيرات الحج، لبيك اللهم لبيك كان بيقولها الكورس. فكرتها الثلاثيه المقدسه كان كتب القصيده صالح جوده لحنها السنباطي بعد حريق المسجد الاقصى. فهي بتتكلم الثلاثيه المقدسه اللي هم الكعبه في مكه، مسجد الرسول في المدينه، في القدس المسجد الاقصى. فطبعا معروفه، بس للاسف القصيده دي مش واخده حقها من الزيوع والشهره، لانه هي عظيمه الحقيقه، لان الست ام كلثوم ما غنتهاش في حفله. لكن القصيده فيها اذان الصلاه وفيها تكبيرات العيد، ويعني فيها شغل السنباطي عامله عظيم جدا، وفيها اجراس كنايس لما بتتكلم عن القدس يعني والمسجد الاقصى، اجراس الكنايس بتتشابك مع الاذان، مع صيغه الاذان. الله يعني اكبر، الله الحقيقه أكبر. يعني عمل فني عظيم الثلاثيه المقدسه، نتمنى انه يعني ينال حظه من الانتشار يعني. والله يا استاذ محمد، ده بيفكرني بقى كلامك ده خلى كده في حاجه لمعت في مخي فجاه. فاكر فيلم سلامة؟ طبعا. حلو طبعا. يحيى شاهين رحمة الله عليه، هذا العملاق المهيب، في كان عنده جملة قالها، لأنه الشخصية بتاعة الجص دي شخصية حقيقية يعني. لا. فقال جملة لطيفة جدا، قال إيه؟ قالوا أحب القس سلامة وهو التقي الورع الطاهر. كأنما لم يدر طعم الهوى. وعلى ذكر فيلم سلامة، يعني فيلم سلامة إخراج توجو مزراحي وهو مخرج يهودي. والعلم الجيد جدا بما للقرآن الكريم يعني من مكانة عند المسلمين والعرب عموما، خلى أم كلثوم اللي هي أجمل وأعظم صوت عربي يعني يتلو بعض آيات من القرآن الكريم ما تيسر من سورة إبراهيم. أيوه. أدتها السيدة أم كلثوم في الفيلم حسب ما علمها لها الشيخ زكريا أحمد، يعني الشيخ زكريا أحمد اللي لقنها طريقة وأسلوب التلاوة. صحيح. وده المقطع الوحيد اللي فيه السيدة أم كلثوم بتجود فيه القرآن الكريم تجويد وليس قراءة يعني. وليس قراءة، ده شيء حلو بصراحة. وجميل. شوف بقى، أنا عندي أجازة يومين كده هو في العيد، وهرجع بعد العيد والنبي شوف لي حتة كده صغيرة من وقتك السمين وتنورنا في البرنامج، نقعد نتكلم على اللقطات النوعية دي لأنها مهمة، وأعتقد أنها تنور حاجات كتير في عقول المجتمع بتاعنا، لأنه ده مجتمع اتعمل له غسيل مخ للأسف يجي 50-60 سنة بوظوله مخه خالص فيما يتعلق بالطوائف والأديان والمذاهب وعلاقة الناس ببعض بتصنيفات دينية وطائفية غريبة خالص. نعم، عايز أقول لك في الآخر يعني قبل ما نختم، الموسيقار محمد عبد الوهاب لما توفى سنة 91 كان سايب بصوته دعاء سجله على العود، قصيدة كان كاتبها له الشاعر احمد شفيق كامل، وهو الله يرحمه كان صديق ليا. القصيده اضيف ليها الموسيقى وتم نشرها بعد وفاه الموسيقار، اسمها الدعاء الاخير اللي لبيك اللهم لبيك عن الحج، كتبها برضو احمد شفيق كامل من وحي اداؤه للفريضه نفسها. وصدرت بعد وفاه الموسيقار، والموسيقار عبد الوهاب كان مقل قوي في اعماله الدينيه، وكمان غنتها الفنانه نجاة الصغيره ربنا يديها الصحه. ربنا يديها الصحه يا رب. يا رب. الاستاذ احمد شفيق كامل قال لي ان هو لما راح يحج افتكر كان الاستاذ عبد الوهاب معاه او يمكن كلمه تليفون، فبيقول له انا خايف ادخل جوه الكعبه
لان انا حاسس ان انا عملت ذنوب ومش عارف ربنا هيقبلني ولا لا، انا خايف. فقال له انت ازاي خايف؟ ربنا موجود في كل حته، هو انت لما تخرج من الكعبه ما هو ربنا موجود برضه، يعني جوه الكعبه وبره الكعبه في كل مكان، هتروح منه فين؟ لازم تدخل وتقبل فريضه ويكون عندك الشجاعه. فهو بنفسه حكى لي الموقف ده الاستاذ احمد شبيكان الله يرحمه. اصل هي الكعبه ليها هيبه يا خبر ابيض، لما تيجي هحكي لك على اللي حصل لي في المره الوحيده اللي رحت فيها الكعبه للعمره، واتمنى طبعا ربنا يكتب لي عمره وحج كل شويه، يعني لو اقدر اعمل كل شهر عمره واسافر الحج كل سنه اطلع. في هيبه واحساس مذهل للكعبه ده، انا يعني لا هو انا مش كت، هو انا وقعت من طولي اول ما شفت الكعبه ورحت نازل على الارض عياط على طول. هحكي لك بس لما تيجي. نورتني وشرفتني الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب، كاتبا ومؤرخا ومحللا للموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي. روح لك على اللحوم، ازاي تفرق ما بين اللحمة الطازة الكويسة واللحمة الفاسدة؟ طيب واللحمة بتاعت الأضحية دي ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويزيد عليكم جميعا وتذبحوا كده وتوزعوا على خلق الله قدر الاستطاعة، ازاي تقدر تحفظ هذه اللحمة؟ دكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور وأستاذ الأمراض المعدية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزاي سيادتك؟ إزاي الصحة؟ كل عام وسيادتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة، قول لنا يا فندم نفرق ما بين اللحمة الكويسة واللي مش ولا بد إزاي؟ متشكرين والله أستاذ يوسف، دايماً حضرتك كده يعني تختار الوقت الصح، هو فعلاً دي أيامها طبعاً، لكن اسمح لي في البداية طبعاً إن أنا أهني سيادتك وأهني كل المعدين والمخرجين وقناتنا الجميلة قناة مصر طبعاً الأولى بعيد الأضحى المبارك. الله يخليك. وإن شاء الله موفقين دايماً. ثانياً حضرتك مهم جداً بس تناشد الاعياد، لازم اهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشنا العظيم والشرطه المهره وطبعا كل القاده السياسيين شعب مصر العظيم، بيعيش جدا عيد قبل احنا نتكلم بخصوص في موضوع اللحوم وغيره. العيد الثاني حضرتك عيد 31 يونيو، ايوه حضرتك بتقول كلام جميل من شهر، طبعا ده حاجه عظيمه جدا. احنا السنه دي حضرتك المفروض نعظمها اكثر، لان شفنا الدول جنبنا بتنهار تمام. فلازم حضرتك 31 يونيو احتفال السنه دي يكون احتفال خاص نابع من قلوبنا، لان حضرتك الثوره دي حافظت على مصرنا العزيزه وخلتنا مصر تقود الامم ومصر وضع داخل العالم كله، مش العالم الاسلامي ولا العالم العربي فقط. العيد الثاني حضرتك اللي الاعلام ما نوهش عليه خالص، الاعلام ان مصر منظمه الصحه العالميه اعلنت مصر خاليه من فيروس تي نتيجه جهد عظيم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره 100 مليون صحه، اخر حاجه 100 يوم صحه وهكذا. دي حضرتك برضه لازم نعرج عليها، دي نقطه مهمه طبعا. جدا الدوله المصريه شغاله صح. العيد بقى حضرتك المهم جدا ومخصوص لمحافظه البحيره، زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاربعاء 14/6، دي حضرتك احنا بنعتبروه عندنا في محافظه البحيره عيد ثاني قومي لمحافظه البحيره. أنا بكلم سيادتك عميد كلية الطب البيطري، دي كلية خدمية موجود داخل المجتمع، أنا حضرتك مدرب معتمد مودة، منسق حياة كريمة في جامعة دمنهور، موجود داخل المجتمع من خلال شغل المتواصل معاهم، حضرتك كان زماني النسبة بتبقى 18%، عدينا خلال الجامعة لها دور قوي جدا في التوعية في الانتخابات انتخابات فخامة الرئيس، عدينا ال 42%، بعد ذلك الرئيس في ال 14/6 اللي فات حاطط روح معنويه عاليه جدا في الشعب البحراوي بشكل عام، الشعب البحراوي يا ريس، وانا بقول لحضرتك وانا واحد موجود داخلهم، موجود منهم معاهم يوميا، ان شاء الله في انتخابات الرئاسات القادمه شعب البحيره هيبدع شعب البحيره حس بقيمه مصر، حس بقيمه ان مصر موجوده، مصر قائمه، مصر في حد كبير جدا يستاهل كل الدعم ده علشانها هو وكل ما يملك، وخاصة عايشين الدنيا حوالينا ايه، فان شاء الله مصر خير، واحنا طبعا بلاش نخلي مصر عمرها ابدا ابدا مصر عمرها ابدا 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 ما هتنسى اللي كان قلبه من حديد علشان خاطر يعرف يحمي البلد دي يعني. فدي حاجه هتفضل كمان باقيه في التاريخ الطويل طبعا حقيقي يعني. تعالى بقى نخش في موضوع اللحمه، قول لي موضوع اللحمه حضرتك طبعا دي حاجه مهمه جدا، ودي وقتها مهم جدا ان اللحمه السليمه بتبقى لونها احمر وردي، اي لون غير اللون الاحمر الوردي فهي كده لحمه مش سليمه مش مظبوطه تمام. تقول لي يا دكتور ما ممكن الاكل نوع الاكل بتاع الحيوان ياثر على لون اللحمه؟ مظبوط، السلاج فقط تمام، السلاج وممكن الذره، السلاج يخلي لون اللحمه يبقى احمر غامق تمام، وقد تكون عندما نحطها في الشوربه او نحطها في الثلاجه تغمق تميل للسواد، او
اكل الذره مستمر يديها اللون الاصفر. طب ازاي افرق حضرتك دور ذره ولا ديت لحمه مرضيه؟ من خلال انا بشوف الدهن عند بيت الكلاوس، الناس كلها عارفه الكليه فين وبيت الكلاوس بيبقى حوالي دهنه. لو الدهنه دي حضرتك وضعها بشكلها الطبيعي مش واخده لون كانها جيلي كده، يبقى ديت ايه؟ يبقى لو طبيعي يبقى الدهنه طبيعيه، بس الصفره دي صفره طبيعيه نتيجه للاكل. لو ما بفتح في المفاصل اللون اللي هو الفضي سائل فضي لزج يبقى دي برضه طبيعيه، اي تغيير في لون المفاصل يبقى كده اللحمه دي ايه؟ مش مظبوطه. مهم جدا حضرتك ان لما احط اللحمه في الثلاجه والاقيها اخضرت تمام، او اللحمه بدات تبقى مرهرطه والناس عارفين عليها مرهرطه، الملمس بتاعها مش مظبوط او ريحتها مش مظبوطه كده، دي لحمه مش سليمه نهائي. وانا بشتري من عند الجزار برضه اخد بالي من النقط دي كلها. طيب حلو خالص، احنا كده عرفنا اللحمه اللي مش قد كده او اللي مش ولا بد هنفرقها ازاي. انا بشكرك جدا يا دكتور. طب الدوله حضرتك عملت دور في النقطه دي؟ طبعا انا اكلت البيوتره كلها خدميه موجود داخل المجتمع بشكل عام. حضرتك عندنا الخريجين بتوعنا والطلبه اللي لسه رايحين من الرابعه الخامسه اللي خدوا تدريب كامل، بدانا حضرتك خليهم كل واحد في القريه بتاعته، انا مش هكلفه يوم عيد وبيحتفل مع اهله، ودايما اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع. انا بخلي الموضوع دايما بختار الحاجات السهله في حياتي. ينزل للجيران ويكشف لهم على اللحمه، وخاصه مش هنقول ان كل يود المجزر الى جانب الدوله مشكوره عامله شوادق للذبح، واللحمه بنشتري من عند الجزار تكون لحمه مختومه، لكن كتير بصراحه خلينا واقعيين موجوده في البيت بيذبح عنده في داخل البيوت تمام. فخليك الدكتور يتابعوا معاه ويشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي، ويبدا يكشف على اللحوم، واي حاجه مش مظبوطه يبدا ان هو ايه؟ ان هو ينصح الناس ان هو يتخلص من الربع ذات، او يرمي الكبده ديت او اللحمه دي الجثه مش مظبوطه، او يعمل حضرتك مهم جدا برضو ان المناظر بقى حضرتك يا ريت تديني الوقت، المناظر اللي احنا بنشوفها بقى عجول عماله تهرب في الشوارع وتعرض اطفالنا وتعرض ممتلكاتنا للخطر، الكلام دي مش منطقي ولا مظبوط نهائي. لا 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 لا، هو السنه دي بصراحه احنا بنتكلموا النهارده في اول يوم العيد، الموضوع قل جامد عن السنه اللي فاتت. انا دخلت مع سيادتك السنه اللي فاتت وكان الموضوع ظاهره، السنه دي بقى الدنيا قل جامد، ان عجول تنطلق في الشوارع وبيتعامل مع العجول او الحيوانات دوت غير مختصين، فيبدا يخاف من حاجه تلاقوا في الشارع، يجي بقى على ممتلكاتك السيارات والمنشات العامه والمنشات الخاصه ويبهدل لنا الدنيا، الكلام ده مش مظبوط. مهم جدا ان حضرتك احنا لما ننقل الحيوانات ديت لحد يريحوها قبل الذبح، ما يبقاش نسيبها في الشارع ده الاطفال عم يلعبوا بيها والناس تضربها، ويبدا هو حضرتك يزيد الادرينالين داخل جسم الحيوان، ده المفروض. ايوه ما يسيبوش في الشمس كده متعذب وحران ومتبهدل، حرام يعني. اريحه تمام، وبعد كده لما اذبح الحيوان ده اسيبه يعمل ادماء كامل. انت تعرف ان سيادتك الحمد لله ما عملش ادماء كامل، يتشابه مع الحيوان المحموم، الحيوان اللي كان عنده حمى ارتفاع في درجه الحراره. يا ساتر. لما ناخد اللحوم دي تحطها في الثلاجه تغمى، وبعد كده ممكن تسود زي الدجاج. اولاد لما اجي احطها في الشوربه برضه نفس الموضوع. يعني حضرتك حتى دي سيبها تصفي دمها على الاخر بقى. بس الحال لما بيحصل في الشنوجات دي مش عارف ايه، الشنوجات دي مش الشنوجات، الشنوجات حضرتك انا فصلت كل الدم الموجود في الحيوان، فصلت كل الاجهزه بتاعته، يبدا حضرتك عصبي فقط هو اللي شغال، في شروط التشددات شديده جدا بيدي اشراق على الاجهزه، تبدا تنقبض تطلع الدم اللي فيها، تنزل من خلال منطقه المذبح، تمام؟ الحنكة تعمل عشان كده مهم جدا تسيبه يزيد فقط كده والدم. ايوه مظبوط، صح صح مظبوط 100%. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور نبيل بكير عميد كليه الطب البيطري بجامعه دمنهور واستاذ الامراض المعديه.